السلام عليكم. ديت الباك وقررت ندير لافاك، لحقاش ما جبتش نقطة مزيانة، جبت الباك غير مقبول. بديت نقرا في لافاك، ما عجبنيش كاع الجو ديالها، حسيت فيها بزاف ديال الحرية، ما عجبتنيش ديك الحرية. قررت ما نبقاش نمشي لافاك. كانت عندي واحد الشعبة أدبية ما تحتاجش الحضور. خرجت ندبر على راسي، ندبر على شي خدمة. كانت الحالة ضعيفة، ما عندناش وما خصناش. كنت نخرج من الصباح ما نوليش حتى العشية، اي بلاصة دقيت بابها نخلي نمرتي. ما جابش الله، غادي يجي واحد النهار. وهاد المدة فات عليها عامي، غادي يجي واحد النهار غادي يصوني لي خالي، غادي يقول لي واش راكي عاد باغية تخدمي. قلت له والله يا خالي عاد تسول، واه نخدم. قال لي غادي نعطيك النمرة ديال واحد السيد، هدري معاه تفاهموا بيناتكم. قلت له واخا. العشية صونا لي السيد، قال لي راه هضر معايا خالك وقال لي باغي راكي باغية تخدمي. قلت له واه. قال لي فوقاش باغية تبدي؟ قلت له من غدا. قال لي صافي، غدا اجي البلاصة الفلان فلانية ويكون الخير ان شاء الله. قلت له واه. الغد ليه مشيت للبلاصة اللي قال لي عنده، هو من هضر معايا قال لي عندي مكتبة تقابليها انتي واحد البنت. قلت له مرحبا. مشاو ليام وجاو ايام، هو كان يتعاطف معايا وانا فهمت داك التعاطف غلط، وليت نبغيه. يجي المكتبة نتلون، تلف لي الخدمة. واحد الملاحظة، هو كان خاطب، بحكم الخدمة كانت عندي نمرتو، كنا نهضرو فوقاش تجي، واش غادي تعطلي، واش ما غاديش تجي هاد النهار، واش هادي عادي كأي شاف وخدامة ديالو. أنا من بقينا نهضرو في الميساجات، واعترفت له بلي كنبغيه. هو بقى غير يضحك، ما قال لي والو. بقينا هكاك حتى لواحد النهار وهو يقول لي صيفط لي شي تصويرة ديالك. وأنا ما كنتش من العاكزين، صيفط له تصاور بدون ملابس، سطروا عليها مليح بدون ملابس، سطروا عليها مليح ودفلوا عليا في لي كومونتير، لحقاش نستاهل. هو بقى يشكر فيا عندك لاطاي زينة، عندك هادي. انا كان عجبني الحال. الغد ليه من تلاقينا في المكتبة ما قدتش نشوف فيه، حسيت راسي مسخة. هو جاتو عادي، انا حسيت بحال الا تطعمت في شرفي. وواحد الحاجة كان يديرها، من تلقاو في المكتبة يشد التليفون ديالي ويمسح كاع لي ميساج، كاع الكونفرساسيون ديال الواتساب، باش زعما ما نشد عليه حتى حاجة. لحقاش حتى هو تمادى معايا بزاف في بزاف ديال الحوايج، لقاني بحال شي وحدة ديال الزنقة. داكشي اللي ما قدرش يديرو مع خطيبتو دارو معايا. قرب العرس ديالو السيد فرحان. اصلا انا اللي درتها لراسي، دخلت راسي في علاقة ما عندها حتى شي مخرج وما عندها حتى شي معنى. ما غادي يتزوجني، ما غادي يفسخ خطوبته على نسبتي. عرضنا العرس، انا ما قالها ليش، قالها لصاحبتي، وصاحبتي زعما البنت اللي خدامة معايا. صاحبتي مشات، ما كدبش عليكم كنت مشوقة نشوفه، وبقيت صونيت لصاحبتي، درت معها ابل فيديو، وكنت باغية نشوفه واخا هكاك، واخا كاع داكشي اللي صرا بغيت نشوفه، وبغيت نشوف كي جا داير. بصح مين بقيت نشوف بقى فيا الحال، حسيت بالشمتة. فوت العرس ديالو، الكونجي ديالو، كل شيء. مهم فاتت واحد الشهرين، واحد الشهرين ما شفناهش. سيد مين جات بدل، ما بقاش حتى يشوف فيا، ما يهضر معايا، الا بغى شي حاجة ما يقولها غير لصاحبتي. انا بديت نكره وما بقيتش نحمله، ما بقيتش نتسوق له، نجاوبه غير على قد السؤال، ما نهضرش معاه في الواتساب. وهو ولا يقول لخالي قولها تبعدني، واش شدت عليه مرته شي حاجة ولا ما نعرف. قلت لخالي انا ما درت له والو، وقيلا ما بقتش تعجبه خدمتي. صافي قررت ندبر على راسي من جهة اخرى. لقيت خدمة اخرى وبقيت خدامة فيها حتى ربي حن عليا.
ما قدرتش ندير معاه شي حاجة ولا لحقاش أصلا هو مسح لي كاع الكونفرساسيون ويعرف خالي، يعني حتى أنا غادي نمشي فيها. وهنا غادي تكمل قصتي، غادي تقولوا لي كي درتي في حياتك. أنا درك مزوجة وعندي 3 ديال الوليدات، غادي تسولوني على هذاك؟ ما صراحة ما عارفاش عليه بزاف ديال الحوايج. قال لي خالي ما مفهمش كاع هو ومرتو ومفوت عليها الدكاكة. الحمد لله كان خاطب ملي عرفته، الحمد لله كان خاطب ملي عرفته، وكان أنا اللي راهي صرالي هذاك الشي. صراحة هذيك تبقى بنت الناس، هو اللي ما يسواش. العبرة من هاد القصة للبنات 17 و 18، وأي صراحة أي ولية لحقاش العمر ما شي مخطرات كتكون عندك مراهقة متأخرة، تكوني على 40 عام على 30 عام وديري شي حوايج ما يديرهمش حتى بالزيز. عندك أختي تمشي تصفتي تصاورك لشي واحد كيما بغى يكون، إلا ما داكش العادل ودار لك وراقيك راه والله ما يعقل عليك. ما ترخصيش راسك وطيحي القيمة لوالديك. السلام عليكم.